ثلاثة معاك عشان تضيق الباب. استنى هنا، انت رايح فين؟ ها اوكي اوكي. مين جابكوا الزمالك؟ مكتب التنسيق؟ سامعاك وسامع برطامتك، وربنا ممكن يخرسك عشان راسك المططية ولسانك اللي طول كده اللي عايز قاطعه. انت ما بتعملش كده مع انجي ليه؟ ما بتبصمش ليه؟ انا وعامل العمارة كلها سيم سيم، كله زي بعضه. وتعامل ليه العمارة كلها سيم سيم؟ احنا اصحاب الملك، تعاملنا احنا احسن. اوكي اوكي، هزيت الباب. روح. مشحلاتي ولا نزيتاتي ولا ايه؟ يا رجلي يا يما. جمعه صلحته. يلا يا جمعه. لا هزيته تاني عشان ما تطلبنيش تاني. لا مش هتطلبك تاني يا جمعه. برافو، تصلح كده يا جمعه. امشي انت تستاهلي اوسكار، احسن واحده في العماره. ميرسي يا جمعه، ربنا يخليك. مالك يا اختي؟ مالك متمسمره كده ليه؟ دي البنت بقت هبله. ريحه البخور يا بنت، انت مبخره فين؟ يا حول الله. روحي يا بنت شوفي الباب متصلح ولا لا. امشي. you